وانتشروا مسكوا المناطق هذه هنا، وبعدها استولوا على قبل الدرب، على قبل علقة. فشو زي النمى بالدنيا بالجبال بالمعارض كل الشجر ما تلقى شجر الله تحت أربعين نفر مئة نفر. تعمدت أنها تلغم حتى طريق المارة، مش طريق السيارات أو الأطقم أو طريق الآليات، حتى طريق المارة لغمت في الأحوال في الشعاب. أخذونا على طول، على طول انطلقوا به إلى مدينة البرح، من البرح ساني إلى مدينة الصالح. وصلت إلى مدينة الصالح بعد منتصف الليل، يعني بعد صلاة العشاء. كان خوف ورعب، والمواطن ما يقصدش حد يخرج الخارج يعمل له أكل له لأولاده. في الجنوب الغربي من مدينة تعز تقع منطقة الرحبة، آخر نقطة إدارية لمديرية جبل حبشي. يحاذيها شرقاً منطقة الأشروح وجبل الدرب من نفس المديرية، وجنوباً سلسلة قرى منطقة الكدحة من مديرية المعافر، وغرباً المرتفعات الجنوبية والشرقية لمديريتي شمير مقبنة والوازعية، وشمالا منطقة الطوير من نفس المديرية. تضم المنطقة عددا من التجمعات القروية البسيطة المتناثرة على سفوح التلال وبواطن الأودية، والنشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني هو المصدر الرئيس لدخل ساكني المنطقة. طبعا المنطقة هذه آخر مناطق قبل حبشي، تسمى منطقة إيش الرحبة، تعتبر أربع قرى: حيقنة، ذنبة، حمراء، الحصاب. منطقة بدائية بسيطة، ناس يشتغلون في البناء، أكثرهم في الغربة. في فبراير من العام 2016 أقدمت ميليشيا الإنقلاب على اجتياح قرى منطقة الرحبة بعملية عسكرية مباغتة، أرادت من خلالها السيطرة على المرتفعات المطلة على جبهتها الرئيسية في منطقة الكدحة، وإغلاق المساحة الممتدة بين كل من جبل حبشي شمالاً وجبل الروي من مديرية المعافر جنوباً، والتمهيد للزحف بقواتها نحو منطقة العفيرة والشراجة شرقاً، والوصول إلى منطقة البيرين حيث مرور الخط الرئيس المؤدي إلى المنفذ الجنوبي الغربي لمدينة تعز. بديوا من هنا، من قوم من جنب نقطة أبو 500، وانتشروا مسكوا المناطق هذه هنا، وبعدها استولوا على قبل الدرب، على قبل علقة. مسكوا الحجر عند بيت عبد الرحمن هاشم. اجتاحت قرى الرحبة، إلى أن توقفت في آخر قرى الرحبة، قرية حيقنة والمدافن والقوز. فشو زي النمى بالدنيا بالجبال بالمعارض كل الشجر ما تلقى شجر الله تحت 40 نفر 100 نفر، ما فيش يعني من بين الأرض خرجوا. كانوا التقومات حقهم يقزعوا هناها الأحصاب، يقزعوا حمراء وروحوا للطوير. دخلت المنطقة هذه في شكل مفاجئ، يعني ما هنا دخلت يعني جهة المقنعة، دخلت تدريجياً
أما المناطق هذه دخلت يعني بعد ما سقط قبل علقة وقبل الدرب دخلت الميليشيا يعني مفاجئة. اندفاع ميليشيا الانقلاب إلى قرى هذه المنطقة تحت غطاء ناري كثيف تسبب في خلق حالة من الهلع في أوساط السكان البسطاء الذين لم يألفوا مثل هكذا حرب أو يعتادون على تفاصيلها. أول ما وصلوا بالله ما عادرين إلا الدنيا قام فوقنا هجوم، لا عادرين مننا أقوم مننا وصلوا مننا نطفوا لنا مثل المطرح مسلك وانت غافل الظل وصلنا الدنيا بالقذائف قام بشق البيوت بشق الجبال بشق الدنيا تضوي الدنيا فوقنا زي البلح الرصاص. وذاك الهوزارة اللي ضربوا الدبابة خلاص كانت تهز الجبل أقسم بالله البت تهز فتلت فوقنا ترى من حق الضرب. وكان خوف ورعب والمواطن ما يقصوش أحد يخرج الخارج يعمل له أكل له لأولاده. كانوا داخل والمواشي داخل كل حاجة داخل لأنه كان ضرب من اتجاهتين وانت بالخط بالنص. يضرب عشوائي يا لك إنه يضربوا خلف على عدوه يضرب عشوائي ترى مش يضرب ضربة تضرب دمية تضرب بهيمة تضرب طيف تضرب أي حاجة المهم. أتوا أنا مقرر زي ما دحي إذا حطنا له ومثاني له ومثالث له ومرابع هنا ومخامس رش يستقيم وأنا تعبان ومخامس حتى ما راح يجوزي ورحنا رايحين لنداري وين يقزعهم مني. خرج القادرون منهم في نفس اللحظة إلى وجهات غير معلومة فيما بقي غالبية السكان لأنهم لا قدرة لهم. ناس لا يعرفون الأسلحة الثقيلة هذه ولا الرعب ولا عندما كانوا يشاهدون القذيفة أول مرة بحياتهم كان كأنهم يشاهدون أيام مناظر يوم القيامة. منهم يعني من قدروا يشردوا من المواطنين شردوا وخلوا ما في بيوتهم تمام، ومنهم يعني الذي هم عاجزين لن يقدروا يتحركوا ولا معهم شيء بقوا يعني في بيوتهم. بطريقة تتنافى مع القيم الإنسانية أقدمت ميليشيا الإنقلاب عقب إتمام مهمة الاجتياح المسلح لقرى هذه المنطقة على إغلاق الخطوط الرئيسية والفرعية فيما بين تلك القرى. أغلقت الطرق طريق العفيرة طريق العفيرة الممر الذي الرئيسي الذي يربط المناطق الكدحة الرحبة به البيرين وتعز والتربة أغلق. نقل زبود طريق ثانوية لقرى الرحبة أغلق ولغم. طريق المثراب الذي يربط الرحبة بالشروح وعزلة بني بوكاري وبقية المناطق وقبل حبشي ومقبنة أغلق. مع باقش ما قال لين عايش تسكتك زي هذا الجبال ما تقدرش تطلعه لا جاهل يقدر يطلع ولا شاب يقدر يمشي. جبل رواسي موجود عنده هنا في جبل بعضها مناطي أمرك من بحمير ما في طريق واطي الله يديك الخط حق السيارة. جلسنا كنا أسبوعي يعني تحصل من جميع اتجاهات الخط يعني كان في معانا خط واحد من اتجاه شبية يعني الخط الذي كنا نقزعه يعني في نص ساعة إذا معانا مريض نوده في نص ساعة رجعنا يعني لما قطعوا الخطوط رجعنا يعني نلفه من الخلف يعني نصلبه إلى المكان الذي نشته خلال خمس ساعات أو أربع ساعات زي كذا. أكثر الأمراض ماتوا من بعد الطريق وما قدروش يوصلوا إلى المناطق المحادية المناطق الثانوية مثل البيرين والنشماء وإلى غيره. أعقبت ذلك بزراعة الممرات والحقول الزراعية بشبكات واسعة من الألغام والعبوات المتفجرة. تعمدت أنها تلغم حتى طريق المارة مش طريق السيارات أو الأطقم أو طريق الآليات حتى طريق المارة لغمت في الأحوال في الشعاب. عززت ذلك بعملية انتشار مكثف لعناصرها على المرتفعات المحيطة بمنازل السكان البسطاء. طلعوا لنا رسل قبل هذا حق علاقة بعد أسبوعي يلا منه هذا الشغل كان الله العظيم إن أنت مصدقنا يا ابني ضربا للبصح ما نقصر نحرق نشرب شربة مولي نعمل لقمة للأطفال والله ما نقصر نقص محاصرين ثلاثة أيام أربع أيام داخل
ما نقصرش نخرج حتى شبر واحد اللي معاش يمين استغاث بعدك الماء هلو والماء معاش ثمرة لحتى ربي يفرقه. تمركزوا داخل البيوت كامل، تمركزوا داخل البيت هذا حق المعار، تمركزوا ببيت محمد إبراهيم، ببيت سالم حماد. بعد أن ثبتت ميليشيا الانقلاب تواجدها المسلح في قرى منطقة الرحبة، بدأت أساليبها الإجرامية والاستفزازية تتصاعد بحق الأفراد والأسر التي أجبرت على البقاء في قراها. أساليب توجزها بشكل أوضح شهادات من عايشوا تفاصيلها واكتووا بتبعاتها. إحنا ما نجحنا، في بعض أصحابنا يعني أصحابنا نجحوا بكثرة، أصحابنا وأقوارنا إحنا ما قدرناش يعني ننجح، يعني ظروف تحكم عليك. نزحوا قبلي وأنا تعبان، بقيت أنا على حالي. وعاش واستسلم أمره، استسلم للميليشيا من الحصار و عدم الحرية، حرية الكلام ضروري، أنه لابد تنتقي كلماتك، وإذا خرجت كلمة تؤذي أو تمس السيد أو تمس الميليشيا ضروري سين وقيم والمنطقة الأمنية حقهم ثم الصالح. محاق سركني اللي يشتيقي هنا كان يبلغهم القيادة، قولتهم ينزل قول له بطاقتك وهذا فن بيتك وإن هذا تأشله على البيت. ناس يموتوا بالمدينة من النازحين ويشتوا يروحوا يقبروا أنهم بالقرية، ضروري يستأذن، ضروري ينسق، ضروري يوقف فقده، ضروري ينسق له. يعني واحد يكلمنا قال مرة نزل أبوش يقبروا هنا وهو بالقبر اتصلوا هون يدفنونه، يقول له أنا قد كلمتك أنك ما ترضيش، ليش كلمتك أنا تدفنوش والآن روح تدفنوه. يعني تقييد الحرية حتى للأموات. مرة مسكونا هنا بالكذب هذا، قالوا لي من فين جاي؟ منين أنت؟ قلت لهم أنا من عين المنطقة هذه وهذيك البيت حق عند المسجد. ما رضيش يفك لي، قلت لهم قالوا لي من تعرف؟ قلت لهم من تعرف أنتوا؟ قالوا نحن مع عبد هو قائم، نحن مع كذا. قلت لهم اتصلوا بو قولوا له تعرف فلان هذا مين؟ من أنت؟ قلت لهم سيف علي قائد. قالوا له تعرف سيف علي قائد عبد هو قائم؟ قال له أنا عندكم ابن عمي. أقى بعد أخوه اللي قتل قال لهم هذا هي لنا فكوا لي. يحكوا لي بعض المواطنين إنه من بعد المغرب لا يمكن أن تخرج، لا يمكن أن تضوي بيترك أو بلمبة. وإن جت نحن كل حقك المخلف كمان تكون تلسي، لا تلسي نهائيا، كمان يقتلوه على طول المغرب. ولا يمكن أن تتصل، إذا تتصل نسمعوا أنك تتصل كثير، يجي لعندك مع من تتصل ومن اللي تتصل به وإيش الأسباب، أو قد يكون متجسس أو في وراء البيوت وهكذا. يعني كانوا الناس يعيشوا الناس برعب. كان حصار شديد في منطقة الرحبة، يعني كان لا يستطيع أحد يعني في معه مواشي يخرجهم، ولا يعني في أحد يدرس أولاده، ما فيش، ممنوع التعليم. اللي عنده مريض إن عنده استطاع يأخذ سيارة ويقطع هذه المسافة الطويلة أخذها، وإلا يبقى المريض يعاني إلى أن يشفي الله سبحانه وتعالى وإلا يموت. امرأة معها مريض وكان عنده مرض الدفتيريا من قرية حمرة تحديدا محلة الممشاح، فذهبت به تستقدي الناس ويأخذن بالسيارة ومات عليه به المقنع. الاحتجاز التعسفي والاختطاف والإخفاء القسري عناوين رئيسية فعلتها ميليشيا الانقلاب في هذه المنطقة. الصورة الأوضح لهذه التوجهات مجتمعة تلخصها قصة المختطف علي المغدري الذي مكث في سجون الميليشيا قرابة 4 أعوام كاملة، أفرج عنه مؤخراً.
يعني جلسنا فترة حوالي شهر كذا، قالوا عندي بصفتي أنا لأن أنا دكتور بيطري إيش، قالوا لي معنا بقرة مريض ضروري الآن نريد إيش تسعفها الآن، قالوا عندي طلعت معاهم بالسيارة فأخذونا إلى مدرسة السحيحة، مدرسة السحيحة هنا تابعة مديرية المعافر ما بين يعني قريب منطقة الحناية، أخذونا إلى هناك فجلسوا يعني حوالي خلال ساعتين أو ساعتين ونص هم في حوار معي، قالوا يا علي أنت عندك مخالفة والمخالفة هذه لازم يعني تدفع كم يعني جيب 500,000 نشيل مسح لك هذه المخالفة. طيب إيش المخالفة؟ إيش فعلت أنا؟ إيش المخالفة اللي سويتها؟ قالوا تبيع أنت أدوية منتهية. قلت له أنا تنزل لجنة طبية وتشوف حق الأدوية إنه منتهي إنه مش منتهي. الآن معك 10 دقائق فكر. قلت له عايز أفكر. قالوا دبر نفسك. نسين خارجك ولا بعد إيش نوديك مكان ما عش تخرج منه خالص. قلت له والله بدو نحتقن تنامه. ما أناش خايف. يد ما سرقاش ما تخافش. أخذونا على طول انطلقوا بي إلى مدينة البرح، من البرح ثاني إلى مدينة الصالح. وصلت إلى مدينة الصالح بعد منتصف يعني بعد صلاة العشاء. جلست فترة يعني حوالي 6 أشهر وأنا داخل سجن قباع ولا أدري على إيش الذي حل بي. يعني الناس أول ما يصلوا طلعوا تحقيقات معهم على طول. أنا بعد 6 أشهر أجات لقينا من حقهم، قمت أكلمهم قلت له إيش قصتي أنا أجي واختطفونه من بيتي. اتكلموا مع الإدارة حق إدارة السجن، قالوا هذا الملف حق عاد ما رفعش من البلاد، ما فيش معه تقرير، عاد ما رفع مش أي تقرير. طلعونا ليلة واحدة قالوا أنت قصتك إنك تتواصل مع الدواعش. إيش من تواصل مع الدواعش؟ طيب أنا قلت له أنا إنسان يعني بيطري، دكتور بيطري، أي واحد يتصل لي أي واحد يتصل لي جاوبه. قلت له إذا في أي شيء ولا فعلت بكم إحداثيات ولا هذه الرقبة حقي تقتص. لما قلت له كذا شال يا أخي يده بيدوق عليه بالمخرة. لما ما عدني في شيء أنا لما سكب الدم من مناخري. الضربة الثانية بعد اللاط كهرباء، ضرب كهرباء. لما دخلت بغيبوبة 3 مرات وهو يحاول معي عشان أنا أتواصل مع الدواعش. قلت له يا أخي ما أتواصلش مع الدواعش، هذه تلفوناتي أرقام تلفوناتي، أسترجعوا الرسائل أسترجعوا إذا في أي شيء أنا مستعد. آخر حاجة المقلق قام بالضرب بالكهرباء حوالي 4 ساعات من الساعة 4 العصر إلى الساعة 8 مساء هم على هذا الرحيل. أسرتي لا هم درا أيننا أين ودونا، لا مش درا يعني مش عارفين أين. أشتي تواصل ما بشتره، ممنوع الاتصالات ممنوع، يعني كان ما بين الخوف خوف خوف خوف. يعني لما يقول لك الجوع والبرد والمخافة حصلتين الثلاث بهذا السجن، كان جوع برد مخافة. خافة لما يطلع لك بالليل يعني يطلع لك العسكر كلهم ماسكين البنادق كلهم يعني ما تقدرش تتكلم كلمة، تلاقي تتكلم خلك اسكت ولا ارفع ايدك شق الجدار ضرب ولا يطلعوا اخر الليل يعني يسقمونك على الجدار يعني بدون اي سبب يجي يضربك بس يشلون فلوسهم نزلوا. وكل ليله على هذا الرحيل اغلب الاصحاب الاصدقاء اللي كانوا معي خرجوا مقرحين فيوز، يعني خرجوا مجانين بسبب السهر وال يعني والخوف والضرب المبرح الذي كنا نتعرض له كل يوم. والله حالها يرثى لها، اقسم لك بالله العظيم يعني ايش يعني ما اقدرش اتكلم. أتعبونا وعذبونا صح، لكن الله لا رحم يمكن السبب. جلست 4 سنوات و9 أشهر عذاب. إذا لم يكن عذاب جسدي لكن العذاب عذاب أكل شرب. كنا نقول لهم أشبعوا لنا بطوننا ضربونا أعملوا لتشتوا، أشبعوا لنا بطوننا أول شيء، أشبعوا لنا بطوننا أشبعونا ماء وفعلوا اللي تشتوا، لكن لا حياة لمن تنادي. وأسوأ شيء إنه عندي كانوا يقولون العصبي، كنت أصيح ليل نهار استحبة مهدي. يا ناس أنا شامد كنت يعني حوالي 4 أشهر أشد العذاب كان مريت له، كان عندي يقولون العصبي
إذا قد تصيح على من تصيح يضربون لك ضرب، لا تصيح شي حبة مهدي ولا تصيح شي دكتور ولا ما فيش، يدخلون لك يضربون لك ضرب. أحد الأصدقاء عندي كان من أبناء المخا اسمه توفيق اللحقي، كان جالس بجنبي وكان عنده تكسر في الدم، بعدين صيح من أجل إيش؟ عشان يقولوا يسعفونه المستشفى، يعملوا له دم، يعملوا له بدل ما يدخلوا يسعفونه المستشفى، ايش يعملوا له؟ يبشرون قبل الكبير، قال له انت مريض، انت عندك ذا، بشرون قه هذيك، جالسين يخزقوننا بالارجول باليدات، يعني حاله رثلها. حتى لما سمع هذيك مره واحده في الاتصال قال انت انتبه تذكر انك في الصالح. زوجتي لما سمعت صوتي فلتت للتلفون، انفجرت بالبكاء، ما قدرت تكلمنا. بعدين اخذت التلفون خالتي وكلمنا، قلت لنا لا تخافي علينا، موجود والحمد لله وعايش وكذا، يعني بعد 4 سنوات سمعوا الاتصال حقي، يعني انفجروا بالبكاء، ما صدقوش اننا عدا حي، والله ما صدقوا. يعني حال اقول لك والله العظيم ان انا كنت يعني اشد البلاء ان انا ايش مش اسمع صوت اولادي ولا زوجتي ولا امي ولا اخواتي. خرجت الان من السجن، اول ما وصلت البيت يعني ما انا مصدق، كنت اشعر ان انا كان في خيال، ما انا مصدق ان انا خرجت، والله كان انا في خيال، يعني يمكن رجع لي العقل حقي، يمكن بعد شهر حسيت ان انا خرجت ولا كنت عايش في عالم الاحلام، ما انا مصدق. يعني انا كنت اقول اللي كنت داخل السجن ان اخرج في يوم من الايام، ما انا مصدق، كنت اقول حياتي وقبري هنا هذا السجن، معها خلاص ما فيش امل ان انا اعيش، ما انا مصدق نفسي خالص ان انا بعيش. يعني بعد هذه الفتره كلها اصغر طفل دخلته عمره سنه، ولما خرجت يعني تفاجأت، ما عرفت انه ابني، والله ما عرفت انه ابني، يعني تغيرت صورته تماما. خرجت الان من السجن انا مدمر، يعني لا صيدليه، المتر حقي اخذ منه، المتر حقي اللي كنت اشتغل به اخذ منه، رجعت الان البيت حقي مهدام، يعني بسبب الامطار، بسبب اسمه بيت شعبي، مش بيت مسلح ولا حاجه، بيت شعبي مسقوف بالتراب، انتهى اللي مع المطار، انتهى اللي مع كل شيء، الان ما انش قادر افعل حاجه. معاناة سكان منطقة الرحبة غرب مدينة تعز جراء الاجتياح المسلح لقراهم لم تقف عند حدود المكان، فهناك على الضفة الأخرى حيث مواطن النزوح عاش المشردون والمهجرون تفاصيل حياة مليئة بالمتاعب. كذلك هي التركة التي ورثتها الميليشيا بعد اندحارها، حيث المنازل المنهوبة والمدمرة والمزارع المخربة والطرقات المفخخة والضحايا المتساقطين والتهديد المستمر. الملخص العام لمجمل هذه التفاصيل سنحاول تناوله في مساحة أخرى لاحقاً.